نهاركم سعيد أيها المشاهدون الكرام، أهلا بكم بنشرة الأخبار من مملكة العربية السعودية، ومعكم ميلا. بعد توقف دام 8 أشهر بسبب جائحة كورونا، استئناف العمرة في السعودية وآلية استقبال معتمر الخارج ستعلن قريبا. استئناف السعودية دعا الأمرة تدريجيا في المسجد الحرام بعد تأليك احترازيا لمنع انتشار فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الحج والأمرة عند المرحلة الأولى ستتم بطاقة تشغيلية تصل إلى 30% من الساعة الإجمالية، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 18 من الشهر الجاري بنسبة 75%، وعلى تستأنف الأمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجيا بطاقة تشغيلية تصل إلى 100% في الأول من نوفمبر المقبل. ومع فتح أبواب الحرم المكي للزوار والمعتمرين والمقيمين داخل السعودية، أعلنت رئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تجليد ما لا يكل عن 1000 موظف لمتابعة مناسك الأمرة بالمسجد الحرام، وأكدت أن غسل المسجد الحرام سيجري 10 مرات يوميا قبل وبعد أفواج المعتمرين، ألن يتم تأقيم سجاد المسجد الحرام على مدار الساعة. الرئاسة أيضا كشفت عن تركيب عجيزة تأكيم لسلالم كهربائية وتأقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية، وسيجري قياس درجات الحرارة بالكاميرات الحرارية الموجودة على جميع مداخل المسجد الحرام، مع استمرار منع الاعتكاف والافتراش ومنع دخول المأكولات والمشروبات إلى الحرم المكي. صفوف المصلين سيجري ترتيبها بشكل متابع كما خصصت رئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رقم 1966 للبلاغات، فستقوم بمتابعة ارتداء الكمامات والقفازات. دخول المعتمرين إلى الحرم المكي سيكون من باب أجيد وباب مالك فهد، وسيجري توزيعهم في مناطق تجمع الداخل توسعة مالك فهد بحيث تستوئب كل منطقة 100 معتمر، ومنها يتجه كل فوج إلى صحن المطاف، وبعد انتهاء من الطواف يجري تفويج المجموعة إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، ومنه إلى المسألك مالي المناسك، وبعدها تفويج المعتمرين إلى المخارج المحدثة. هذا هو الخبر اليوم. أنا ميلا، شكرا لكم.